ناحية اليمين. الحقيقة الناس شافت تقدم كبير جدا في مستوى محمد هاني من نقطة انطلاقه أو منذ وجود مارتن لاسارتي كمدير فني للنادي الأهلي، وحتى الآن محمد هاني ارتفع مستواه بنسبة كبيرة جدا جدا وواضحة جدا جدا جدا. إيه اللي حصل عشان محمد هاني يرتفع مستواه بهذا الشكل؟ A veces este no es que pase algo. مش دايما بيكون حاجة حصلت فعليا. Sobre todo con los jugadores jóvenes, ¿no? خاصة مع لعيب شاب. Hay que apoyarlos. لازم ندعمهم. Hay que darles confianza. ونديهم ثقة في نفسهم. Hay que marcarles las pautas. لازم نديهم الملحوظات الهامة. Las de juego. بتاع اللعب. Y las de fuera del juego. وبرضو الملحوظات اللي خارج اللعب. La verdad que en todos los casos, في جميع الحالات. En todos los casos estamos muy contentos con la respuesta de los jugadores jóvenes. احنا سعداء جدا بتجاوب اللاعبين الشباب بتوعنا. Un grado de madurez importante. هم بيكتسبوا خبرة بسرعة. Y después, bueno, trabajar, hay que trabajar. ولازم يتجهوا للعمل، العمل والشغل. Y repetir. ودايما يعيدوا ويكرروا دايما ويشتغلوا. Es la única manera de llegar a mejorar, ¿no? دي الحاجة الوحيدة اللي تخليهم يتحسنوا. بتحب ايه يا كوتش أكل بقى هنا في القاهرة؟ أكتر حاجة بتحبها ايه؟ De la comida egipcia. Sí, la comida. Para mí es muy difícil. Decirlo con las palabras de árabe porque no las sé. صعب عليا ان انا اقولها باللغه العربيه. الملوخيه. Cuando comimos eran como albóndigas. ¿Cómo se llamaba eso? الكفته. Eso estaba muy bueno. الكفته, sí. لا انا مش عايزك انت تقولها, ولا انا عايزه هو اللي يقولها. الكفته دي مش انت اللي تقولها. كفته. 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 ملوخيه. الملوخيه que es la sopa verde. صعب بردت وينا نو ما يغوستو تانتو ما عجبتنيش اول ملوخيه بس صعب تقولها يعني برضو ملوخيه ولا عادي كومو ملوخيه ملوخيه سي ما سي مي كومبليكا بس ما عجبتكش قوي يعني نسيتو ابرندر ان بوكو ماس توديا محتاج اتعلم اكتر el que está verde soy yo tengo que aprender mucho todavía اللي ما عندوش خبره جامده في الحته دي هو انا انا اول ما شفت مستر مارتو قلت له منور سي اوخالا كي نو سي اباغي لا لوز يا ريت النور ما يطفاش يطفيش لا ان شاء الله تبقى الايام القادمه دايما منور فيها مستر مارتن وخلا ان شاء الله يا ريت طيب القاهره يعني بتروح التمرين الصبح وبقيه اليوم بتعمل ايه nosotros bueno lo que pasa es que al final después del entrenamiento بعد التمرين عاده algunos días comemos incluso en el club nos quedamos a comer en el club بناكل في النادي احيانا كثيره y bueno volvemos al hotel بنرجع tanto Alejandro al fondo. Como Sebastián بنرجع مع Alejandro وسباستيان على الفندق nos damos un ratito de descanso بناخد فتره راحه y por la tarde nos encontramos a programar un poco la actividad del día siguiente ونبدا عملنا بعد الظهر نجهز للعمل لليوم الثاني o por lo menos y ver un poquito cómo hablar un poquito cómo estuvo el entrenamiento del día او بنتناقش في كيف كان التمرين النهارده Generalmente transcurre así. دايما بتمشي الامور كده. Ha habido alguna tarde que bueno, que hemos ido a dar alguna vuelta, hemos ido a algún centro comercial, qué sé yo. بعض الاحيان بنخرج نزور مول تجاري. En mi caso personal he ido al museo. ومره رحت المتحف المصري. He ido a las pirámides. وزرت الاهرامات. Bueno, en fin, porque quiero empaparme un poco de toda esta historia riquísima que عاوز اتشبع بتاريخ مصر وثقافته. اتبسطت لما رحت المتحف والاهرامات بالنسبه لك كان يوم حلو يعني؟ muchísimo, sí. كثير جدا عجبتني جدا. Yo soy un frustrado estudiante de arquitectura. انا درست الهندسه. Y la historia universal era una materia importante. والتاريخ العالم ده كان مادة مهمة جدا. Y bueno, me gustaba mucho toda la digamos la etapa del Imperio Egipcio, ¿no? ده فترة الإمبراطورية المصرية الفرعونية دي حاجة مهمة جدا بالنسبة. Directamente es como muy fuerte. الفترة الفرعونية حاجة مهمة وإن أنا أشوف الأهرامات دي حاجة عظيمة بالنسبة لي. Me ha gustado mucho. عجبتني جدا. الحقيقة برضو عايز أعرف حضرتك بتنقل الصورة خارج مصر يعني هل بتنقل صورة مصر ناس بتسألك بره في بلدك أصدقائك بيسألوك عن مصر بتقول للناس تعالوا اتفرجوا بتعمل ايه في هذا الموضوع y bueno ya está ha venido muchos amigos ha venido familia عيلتي جت va a venir algunos amigos وبعض الأصدقاء هيجوا
Yo creo que uno termina siendo como un puente de alguna manera, ¿no? بشكل او اخر انا جسر ممكن بييجوا بسببه. Tengo algunos amigos en España también que piensan venir. ليا بعض الاصدقاء في اسبانيا برضه بيفكروا ييجوا مصر. Así que bueno, uno intenta trasladar las sensaciones que uno tiene. الواحد بيحاول ينقل مشاعره للناس كلها. Y bueno, y transmitirlas a los afectos, a los amigos, a la familia. واحاول انقل شعوري ده للعائله والاصدقاء. طيب مستر لاسارتي برضو عايز اعرف هل بقى ليك اصدقاء من هنا من مصر ولا لسه؟ تيمو جابري غير جابري اكيد pero sí uno va bueno lógicamente va صديقي جابري va va consiguiendo gente va relacionándose con gente طبعا بيكون في علاقه ما بين اشخاص habla de las cosas más allá del fútbol ¿no? طبعا بنتكلم في مواضيع اخرى غير الكوره يعني الحمد لله ان في حد بيسالك في حاجه غير الكوره يعني Sí, bueno, eso es importante, salir un poco del fútbol, ¿no? Da مهم جدا ان انت تبعد شويه عن الكوره ساعات. Hay un entrenador muy famoso chileno. في مدرب مشهور من تشيلي. Que trabaja en Inglaterra, que es Manuel Pellegrini. كان بيشتغل في انجلترا مانويل بيريجريني. Y él siempre dice que el día después del partido. وكان دايما يقول اليوم اللي بعد الماتش. Hay que desconectar. لازم ننفصل تماما عن الكوره. لازم ننفصل تماما عن الكوره hacer cualquier otra cosa. ونعمل اي حاجه بعيد عن الكوره y bueno y yo creo que es importante sí وده هام جدا tema de salud ده هام جدا ودي حاجه صحيه y incluso para poder relajarte y tomar mejores decisiones وعشان خاطر يبقى في نوع من الراحه والريلاكس cortar un rato un día una conversación لازم ننفصل